فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، حقيقة يجب أن ننتبه إلى مسألة الاهتمام بالبيئة. العالم اندفع نحو التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي مع إهمال البيئة والموارد البيئية والاهتمام بها، ولذلك عقد أول مؤتمر على مستوى القمة عقدته الأمم المتحدة في البرازيل في عام 1992، ومن ذلك اليوم والمؤتمرات تترى، سواء فيما يتعلق بالتصحر، سواء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية إلى آخره، وهذا شيء معروف. التنمية المستدامة أو الاستدامة البيئية تعريفها سهل حقيقة. الأمم المتحدة عرفتها بأن أساسا هي تأصيل أو الاستفادة من الموارد البيئية واحتياجات الجيل الحالي بدون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة، ولذلك أتت كلمة sustainable اللي هي مستدام، بمعنى أن هذا المورد المستغل يجب أن يكون قادرا على العطاء والوفاء بالالتزامات التي يتطلبها منه الجيل القادم. وهذه طبعا مسألة عويصة جدا وصعبة، لأنها تتطلب مثلا توفير الرفاه الاجتماعي، تتوفر تتطلب التنمية الاقتصادية إلى آخره. ثم عرفها الاتحاد العالمي للمحافظة لصون البيئة في عام اللي هو IUCN معروف، فيما بعد عرف أنه هذا الاستدامة البيئية تعني نوعية الحياة، توفير نوعية جيدة للحياة للجيل الحاضر، الجيل الموجود، بدون الإضرار بقدرة الموارد على العطاء في المستقبل، بمعنى أنها لا تتضرر، بمعنى أنه هذه الموارد الطبيعية لا تتضرر، بمعنى أن تستمر تعطي بقدر حتى بالمستقبل. ولكن هذه مثل ما ذكرت يعني من الأمور الصعبة جدا، لأن الإنسان جبل على الطمع، الإنسان جبل على الطمع، لا يهمه إلا نفسه. ولذلك الشاعر الجاهلي يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني إذا مت أنا بالصحراء مثلا ما لقيت ماء، إن شاء الله ما ينزل الماء على البشر أبدا. وهذه طبعا جبلة بالإنسان، هو يحب التملك، يحب الاستحواذ، يحب نفسه، بمعنى أنه يريد أن يستمتع بهذه الدنيا بكل مقوماتها بكل قدراتها وكذا، ولا يهمه من سيأتي بعده، حتى أحيانا ينسى أسرته، ينسى أطفاله، ينسى كذا. ولذلك الدول حقيقة اهتمت بهذا الأمر كثيرا، والمملكة من ضمنها، المملكة حقيقة اهتمت بهذا الأمر بشكل كبير. الله في حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأنا شاهد على هذه المرحلة، لأنني عملت مستشار لهيئة الحياة الفطرية وإنمائها لمدة 22 عاما. أسست المحميات الطبيعية 15 محمية، وكذلك أصدرت نظم لحماية البيئة، وحددت حدود المحميات، ولكننا حقيقة لم نستطع أن نفعل ولا 1% من ما عمله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده
الأمير محمد بن سلمان في سنة واحدة في إعلان واحد، وهذه سآتي عليها فيما بعد.